الامل والسعاده والتفاؤل. صباح يوم جديد ان شاء الله، بندعي من كل قلوبنا انه يكون يوم سعيد علينا كلنا كمصريين، يكون يوم سعيد على مصر كلها. واعتقد النهارده بنقول كل سنه وكل الامه الاسلاميه بخير وبصحه وبسعاده مع اول شهر رجب. ربنا يعيد علينا الايام المباركه دي بكل الخير يا رب. شهرين على استقبال شهر رمضان المعظم ان شاء الله، اشهر اعتقد كلنا بنحاول ان احنا نكثر فيها من الدعاء، بنحاول ان احنا نتقرب بشكل كبير جدا الى الله عز وجل لنستزيد من الحسنات في الدنيا وتفيدنا في اخرتنا جميعا باذن الله. ربنا سبحانه وتعالى امرنا بكل شيء جميل في حياتنا وفي دنيتنا، وكمان الاعمال الصالحه للاخره. علشان كده واحنا بنقول بنعيش حياتنا كاننا عايشين على طول، بنعمل لاخرتنا كان كل واحد يعني ممكن معرض للموت في اي لحظه من اللحظات. علشان كده اعمل لدنياك كانك تعيش ابدا، واعمل لاخرتك كانك تموت غدا. عشان كده دايما بنرسي القواعد الصحيحه، بنرسي الاشياء الجميله في حياتنا وفي دنيتنا علشان نقدر نعيش في مجتمع بيسوده السلام والمحبه والامن والامان. بالتاكيد عندنا مشاكل كتيره جدا بنواجهها، لكن دايما مع الحاله الروحانيه اللي بنعيشها في هذه الاشهر بندعو لكل شيء جميل، بندعو الى السلام، بندعو الى المحبه، بندعو الى الطمانينه بالنسبه للنفس البشريه. بنحاول نتغلب على مشكلاتنا. خلونا النهارده نقول ان احنا بندعي ربنا سبحانه وتعالى انه يقدرنا حتى على مقاومه النفس، لان بالتاكيد مقاومه النفس دي بيكون عليها عامل كبير جدا. في اوقات معينه بنقول ان النفس اماره بالسوء، هل كل نفس اماره بالسوء؟ بالتاكيد يعني بيكون في نسب مختلفه طبقا لدرجه الايمان المختلفه عند كل حد فينا، لكن دايما بنحاول ان احنا نستزيد، دايما بنحاول ان احنا نقوي من انفسنا. النهارده الحقيقه عايزه اتكلم مع حضراتكم في جزئيه مهمه جدا، هي جزئيه التسامح. التسامح ممكن يكون شيء يعني بندعو اليه، لكن في اوقات كثيره كل واحد بيفكر هو انا ممكن اتسامح بشكل مطلق ولا بتسامح بشكل نسبي او بشكل جزئي. التسامح شيء جميل جدا بنحتاج ان احنا نعود نفسنا عليه، لكن في نفس الوقت بنحاول ان احنا نحاسب نفسنا، احنا غلطنا في حق مين وطالبين منه ان هو يسامحنا. ازاي ان احنا يكون عندنا قدره على مواجهه الذات ومواجهه النفس بالنسبه للافعال الخاطئه اللي بنرتكبها. علشان كده بنقول دايما لو كل واحد فينا قدر ان هو يحاسب نفسه بالتاكيد هيكون الوضع مختلف. لو كل واحد فينا شاف هو غلط في التاني في ايه، شاف ازاي ان هو يعني اساء لاي انسان، دي هتكون بدايه الخطوه. بدايه الخطوه لحاجات كتيره جدا نقدر ان احنا نصححها في مفاهيم بالنسبه لعلاقاتنا، في قدراتنا بالنسبه للعمل وبالنسبه للابداع، في مواجهه اي مشكله من المشكلات اللي بتواجهنا في حياتنا اليوميه، لان مفيش حد ما عندوش مشاكل، كلنا عندنا مشاكل، لكن ازاي بنواجه مشاكلنا دي؟ ازاي بنقدر ان احنا نتبع الطرق الصحيحه لحل المشكلات؟ مش مجرد ان انا بقول انا عندي مشكله وازم الدنيا، دايما من خلال مصر جميله بنبص دايما لنص الكوب المملوء وليس نصف الكوب الفارغ. علشان كده بنطرح دايما افكار، بنتكلم الصبح بحاله من الفضفضه عن المشكلات اللي احنا بنواجهها في حياتنا وازاي ان احنا نتغلب عليها، وازاي ان احنا ما نجعلهاش ان هي عائق بل بالعكس نحاول ان احنا نجعل منها تحدي لقدراتنا الخاصه. عندنا قدرات كبيره جدا، النفس البشريه مليئه بالاسرار اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني جعلها فيها، وهتظل موجوده للابد، وهنظل دايما في حاله حيره من النفس البشريه ومن ردود افعالها. ولكن في ذات الوقت ربنا سبحانه وتعالى قال لنا وعرفنا ازاي نطوع نفسنا للاشياء الجميله، ازاي نطوع نفسنا للاعمال الصالحه، ونحاول ان احنا بالفعل نقاوم اي مشكله من المشكلات اللي احنا بنواجهها، ونحاول ان احنا نحولها لطاقه ايجابيه نستمدها في حياتنا. اشهر الحاليه سواء شهر رجب وشعبان ورمضان بتدينا كده طاقه روحانيه ايجابيه قوية جدا، مفيش أحلى من الحالة الروحانية إن احنا نتقرب من ربنا سبحانه وتعالى، إن احنا نطلب وندعو ربنا إن هو يوفقنا في كل حاجة في حياتنا، إن هو يزيح عننا يعني الهم والغم والنكد والحزن، إن ربنا سبحانه وتعالى يجعلنا سبب في سعادة أي إنسان. لما تسعد إنسان أكيد ده هيكون ليه واقع إيجابي كبير جدا عليك. علشان كده بنقول يا رب مع بداية شهر رجب تكون بداية لينا كلنا إن احنا ندعو الله عز وجل إن هو يستجيب لدعواتنا، إن هو يعني نحاول إن احنا نتقرب إليه بالشكل الصحيح. بلدنا الجميلة تعود لمكانتها
اللي تستحقها. يعني احنا مش بنطلب حاجة مش زيادة على بلدنا، لكن هو ده الوضع الحقيقي، وهو ده وهي دي المكانة الحقيقية اللي مصر تستحقها. مفيش أدل على كده من ذكر مصر في القرآن الكريم، من وصاية الرسول عليه الصلاة والسلام بأهل مصر. يعني كل دي دلائل بتخلينا مطمئنين ان احنا بلدنا بلد جميلة جدا، ان احنا عندنا حاجات هتظل يعني في رعاية الله الى يوم الدين بإذن الله. ان شاء الله ربنا يستجيب لدعواتنا كلنا، ان شاء الله كل واحد فينا عنده مشكلة يحاول ان هو يحلها بطريقة مختلفة، يحاول ان هو يعني يبحث عن اساليب جديدة في حلها، في كل حاجة بقى، في شغلنا، في حياتنا، في علاقاتنا مع اصدقائنا. اكيد كل واحد فينا كده محتاج ان هو يراجع نفسه بشكل كبير. اعتقد ان دي فرصة لينا ان احنا يعني نكثر من الدعاء، ان احنا ربنا يوفقنا ان شاء الله لكل شيء جميل. حقيقة الشهر ده كمان يعني شهر ابريل في احتفالات خاصة بالنسبة لبلدنا. الأسبوع القادم يوم السبت بإذن الله هتكون احتفالات 25 إبريل، عيد تحرير سيناء. كل سنة ومصر دايما محررة من أي مشكلة ومن أي شيء ومن أي طغيان يحاول إن هو يستبد بيها. كل سنة وإحنا قادرين إن إحنا نتذكر رموزنا اللي ضحوا وقدروا، ودماءنا المصرية اللي لازالت تسيل حتى الآن على الأراضي المصرية، شهدائنا في كل المجالات. أرض المصرية غالية جدا، وعلشان كده ما قدرناش ان احنا نستريح الا لما نستعيد كل شبر من ارضنا، نستعيد ارض سيناء الغاليه علينا كلنا. يا رب دايما نتذكر هذه المقوله، يا رب نغرسها في اولادنا ونقول لهم ان رجوع الارض لينا ما كانش بالساهل، ما كانش شيء جاي بالساهل، لكن بالتحدي وبالطموح وبالاراده، وقبل ده كله بالايمان بالله سبحانه وتعالى قدرنا ان احنا نستعيد كل شبر وكل حبة تراب من أرضنا. والنهاردة دورنا إن احنا نحافظ على ده، مش بس نحافظ عليه لكن نكبره وننميه ونوسعه بشكل كبير جدا، مسؤولية كبيرة جدا. النهاردة كمان العيد القومي لمحافظة شمال سيناء. حقيقة سيناء بكل ما تحمله من قيمة كبيرة جدا، يكفي أيضا ذكرها في القرآن الكريم علشان نلتفت إلى أهميتها. أهميتها اللي لو رجعنا للتاريخ هنلاقي إن سيناء هي البوابة الشرقية لمصر. يعني إيه البوابة الشرقية؟ يعني كانت المدخل المطمع لأي غازي من الغزاة إن هو يحاول إن هو يدخل لمصر الحبيبة، لكن أبدا لم ولن يستطيع أي أو تستطيع أي قوة، مش هقول إنسان، لأن الإنسان لوحده مش هيقدر، لكن أي قوة أو أي طغيان لن ينال أبدا من أرض مصر بإذن الله بحفظ ربنا سبحانه وتعالى بجيشنا القوي القادر على صد أي شيء، وبشرطتنا المصرية اللي بتحمينا، وبأهم من ده كله بشعبنا اللي كله بيتكاتف مع بعضه، بنلم بعض كلنا في حضن واحد، حضن مصر، مصر أمنا كلنا اللي بتستحق مننا كل غالي وكل نفيس. هنحافظ عليها، هنبذل في سبيلها كل جهد ممكن ان هو يكون مطلوب مننا. الدماء الذكية اللي بتستشهد كل يوم واللي بتروح كل يوم من فعل الإرهاب وما يحاول ان هو يعني يقلل دي من عزيمتنا، بنقول لهم افعلوا ما شئتم، ولكن سنظل دائما على يقين ان مصر ربنا سبحانه وتعالى بيحميها، بيحمي شعبها بشكل كبير. كل اللي مطلوب مننا حاجة واحدة بس، ان احنا نشتغل، ونشتغل بجد، ونشتغل بإرادة، نشتغل بعزيمة، عشان كل أرواح الشهداء دي تحس إنها بالفعل في أمان وفي سكينة وفي اطمئنان، لأن أرواحهم ما راحتش هدر ومش هتروح هدر. وأعتقد إن دي يعني أمنية كل واحد فينا بيتمناها لبلدنا الحبيبة مصر الجميلة. النهارده حقيقه يعني فقراتنا مش بعيده خالص عن الكلام اللي بقوله، لان النهارده هنستعرض حاجات كتيره قوي خاصه بسيناء الحبيبه، سيناء المليئه بالثروات الطبيعيه، سيناء اللي يعني زي ما بنقول كده اختلطت بيها كل الاديان بشكل كبير، الاسلام والمسيحيه واليهوديه كان ليها تواجد في ارض الفيروس في سيناء الحبيبه. النهارده من خلال فقراتنا هنستعرض مع حضراتكم الاهميه الدينية والأهمية التاريخية والأهمية القومية والاجتماعية أيضا بالنسبة لنا كمصريين بالنسبة لسينا، وهنحاول إن احنا نتعرف على الثروات بتاعتنا. واحنا بنقول إن احنا عندنا مشاكل اقتصادية، بنقول كمان احنا عندنا موارد كثيرة جدا للأسف الشديد لم تستغل حتى الآن. سينا نموذج لهذه الموارد اللي بنحاول إن احنا بالفعل يعني نلقي الضوء على أهميتها وأهمية الاستثمارات. وأعتقد الحقيقة إن في الفترة الأخيرة
أصبح هناك نظرة مختلفة لإمكانية الاستثمارات الاقتصادية الخاصة بأرض سيناء الحبيبة. خلونا نفتح الملف ده برضو النهاردة من خلال مصر جميلة ونشوف إيه طموحاتنا إحنا كمصريين وإيه اللي مطلوب في الفترة القادمة علشان ندعم أهالينا في سيناء عشان نستثمر الموارد اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني حبانا بيها وخصنا بيها عن دول العالم كلها علشان نقدر إن إحنا بالفعل يعني نستفيد ونفيد أيضا العالم من ثرواتنا الطبيعية. خيرا النهاردة كمان هيكون معنا يعني فقرة أعتقد أو هنبدأ معاكم بفقرة من الفقرات اللي يعني هنستمتع بيها كلنا خصوصا إنها لما تكون مع فنان قدر إن هو الحقيقة يكون ليه طابع خاص جدا، قدر إن هو يكون ليه طلة مختلفة على الشاشة وقدر إن هو كمان يسعد عدد كبير جدا من الملايين. مش هقول دلوقتي هو مين لكن هنتابع معاكم بعد الفاصل أو اللقاء مع لقاءاتنا، وزي ما قلت هيكون مع فنان كوميدي متميز جدا. هو مين؟ هنعرف معاكم في مصر جميلة بعد الفاصل.